السلام عليكم، ازيكم يا سنه رابعه؟ عاملين ايه؟ طبعا انتوا اول مره تشوفوني ما تعرفونيش. انا اسمي ميس زينب وهكون معاكم في دروس الجغرافيا الترم ده. الدرس بتاع النهارده اول درس في الوحده الاولى اللي هو الطبيعه في بلدي. درس سهل جدا جدا ولكنه ما بيخلوش منه اي امتحان، لازم لازم يجي في الامتحان. طيب احنا في الدرس الاولاني خدنا الدراسات الاجتماعيه وادواتها وخدنا الخريطه والاطلس والكلام الحلو ده. الدرس ده بقى احنا عرفنا حاجات كتير، عايزين نعرف بقى موقع مصر فين. مصر فين في الدنيا دي؟ ربنا الاول ادى لمصر موقع متميز جدا خلاها تعرف تتصل بكل دول العالم. حلو كده. طب العالم ده بيتكون من ايه؟ العالم ده بيتكون يا اولاد من حاجه اسمها قارات. ده العالم. مين دي؟ خريطه العالم اللي هي مصر دوله من او جزء من العالم. العالم ده قلنا بيتكون من حاجه اسمها قارات، بيتكون من 7 قارات. قارات يعني ايه يا ميس؟ كلمه قاره اصلا، القاره دي مساحه واسعه من اليابس جواها دول. ايه الكلام ده؟ يعني ايه يابس؟ ان العالم، ان مصر جزء من العالم، والعالم ده بيتكون من قارات. كام قاره؟ 7 قارات. طب يعني ايه اصلا كلمه قاره؟ تعريف، هقول تعريف القاره الاول وبعدين اشرحه. مساحه واسعه من اليابس تضم دول بداخلها. يعني ايه الكلام ده؟ أرض كبيرة جدا جواها دول. كلمة اليابس هي الأرض اللي أنا بمشي عليها. حلو. طب ما تيجي نشوف مع بعض بقى ال7 قارات اللي منهم العالم. آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أستراليا. قسمنا ال7 قارات دول نصين، قارات عالم قديم وقارات عالم جديد. طب مين يا ميس قارات العالم القديم ومين قارات العالم الجديد؟ يبقى انا عندي تعريف، خدت تعريف كلمه قاره، وعندي قسمنا القاره لقارات العالم الجديد وقارات العالم القديم. ايه هي قارات العالم القديم؟ الثلاثه الحلوين اللي مع بعض دول، اسيا اوروبا افريقيا. هيبقى قارات العالم القديم اسيا اوروبا افريقيا. ليه سموهم قارات العالم القديم؟ لان الناس كانت فاكره، او اول ما اتولدت ونزلت عاشت في ال3 قارات دي، وكانت فاكره ان مفيش قارات تانية، مفيش اراضي تانية يعيشوا عليها، فعاشوا هنا الاول وعمروها قديما. طب يبقى تاني قارات العالم القديم اللي هي اسيا اوروبا افريقيا. يسالني سؤال بما تفسر، نفكركم تاني يعني ايه كلمه بما تفسر؟ بما تفسر يعني ليه، يعني لماذا في العربي. يسالني على السبب. بما تفسر تسمى قارات العالم القديم اسيا واوروبا وافريقيا بهذا الاسم. ليه سموها بالاسم ده؟ لان الانسان عمرها قديما، الانسان سكنها وعمرها ايه؟ قديما. حلو كده؟ نتنقل على النص الثاني اللي هي قارات العالم الجديد اللي هم مين؟ امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القاره القطبيه الجنوبيه، استراليا. الاربعه التانيين يبقى امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القارة القطبية الجنوبية. طبعا الحاجات دي بتيجي في صيغة أكمل، القارة القطبية الجنوبية، أستراليا. دول ليه بقى سموهم قارات العالم الجديد؟ لأن الإنسان بعد كده راح واكتشفهم. يبقى بما تفسر تسمى قارات العالم الجديد بهذا الاسم لأن الإنسان اكتشفها حديثا. في مشكلة كده في النقطة دي؟ تمام، خلصنا خلاص تعريف كلمة قارة وعرفنا قارات العالم. تاني اهو، بصوا قارات العالم القديم اسيا اوروبا افريقيا. ليه اسمها قارات العالم القديم؟ لان الانسان سكنها وعمرها قديما. وبعد كده قارات العالم الجديد اللي هي امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، استراليا، القارة القطبية الجنوبية، ودي الانسان اكتشفها حديثا، عشان كده اتسمت قارات العالم الجديد او قارات العالم الحديث. ده مفهوم القارات. وكده خلصنا العالم. انا برضه عايز اعرف مصر فين من العالم ده بقى. شايفين الخريطة دي؟ دي قارة من القارات، دي قارة أفريقيا. فاكرين الاتجاهات اللي خدناها مع مستر محمد في الفيديو الأولاني؟ عايز أعرف بقى مصر بتقع فين في قارة أفريقيا. إحنا عرفنا إن مصر بتقع في قارة اسمها قارة أفريقيا اللي هي دي. فين بقى في أفريقيا؟ تعالوا بقى نكتب الاتجاهات مع بعض. ده اتجاه شمال، جنوب، شرق، غرب. تعالوا، هي مصر المتلونة بالأحمر دي، يعني لو أنا مشيت كده كده هلاقيها في الاتجاه ده ما بين الشمال والشرق. اتجاه إيه؟ شمال شرق. يبقى مصر بتقع فين؟ في قارة أفريقيا. فين بالتحديد في قارة أفريقيا؟ في الركن الشمالي الشرقي، في شمال شرق أفريقيا. فيقول لي سؤال أكمل،
تقع مصر في قارة نقط، أقول له أفريقيا. تقع مصر في الركن نقط من قارة أفريقيا، أقول له الركن الشمالي الشرقي. طب مصر عندها بحرين، أكيد بقى إحنا عارفين الكلام ده من العربي، بتطل، كلمة تطل على بحرين يعني بتبص من الآخر كده على بحرين. مصر عندها بحرين، إيه هما؟ البحر المتوسط وده في الشمال، والبحر الأحمر في الشرق. يبقى تاني مصر بتقع فين؟ قال لي في قارة أفريقيا. فين بالتحديد في أفريقيا؟ في الركن الشمالي الشرقي. حلو، طب بتطل على إيه؟ قال لي بحرين. إيه هما؟ الأحمر المتوسط في الشمال، والأحمر فين؟ في الشرق. حلو كده موقع مصر، يبقى عرفنا كده قارات العالم وعرفنا موقع مصر. سهل موقع مصر صح؟ نخش بقى على أهم جزء في الدرس، والموقع ده مهم ليه؟ ليه موقع مصر مهم؟ يعني ده أهم جزء في الدرس، أهمية موقع مصر. نرجع تاني نفتكر تعريف قارة. قارة اهي مساحة واسعة من اليابس تضم دول بداخلها. التعريف ده بيجي في الامتحان، قلنا كلمة يابس هي الأرض اللي أنا بمشي عليها، عكس اليابس المية اللي هي بتبقى في اللي هي البحر اللي هي النهر. الدرس اسمه موقع مصر وأهميته. أنا ما اتكلمتش وقلت يعني إيه موقع. كلمة موقع يا ولاد يعني مكان، مكان الحاجة. أنا مثلا بقعد في الفصل في الصف اللي في النص، ده مكاني على الحرف، أنا كده حددت موقعي، موقعي بالنسبة للأماكن اللي حواليا. برضه أنا عايز أعرف موقع مصر، يعني مكان مصر بالنسبة للدول اللي حواليها، إيه اللي حواليها؟ وده اللي أنا هعرفه. فأنا حددت كده موقع مصر إنها بتقع في قارة أفريقيا. أدخل على الجزء الأهم، أهمية موقع مصر. هو موقع مصر مهم ليه؟ لو رجعت كده للخريطة الأولانية عشان هي مهمة بالنسبة لي. قلنا مصر بتقع في قارة إيه؟ أفريقيا. حلو جميل، مصر بتقع في قارة أفريقيا. مش هي هنا تحسوا كده إنها في وسط قارات العالم القديم؟ يعني سهل أي حد يوصل لها، مفيش صعوبة. مصر هنا يا ولاد، يعني معنى هنا هي في الجزء ده، فبتتوسط قارات العالم القديم في النص. يبقى لو جه قال لي بما تفسر، وده سؤال لازم يجي في الامتحان، مفيش امتحان بيعدي من غير ما يسألني سؤال على أهمية موقع مصر. حفظته كده أنت ضامن أول درجتين في الامتحان. يقول لي أهمية موقع مصر، هو موقع مصر مهم ليه؟ هكتب تاني بما تفسر، يعني ليه؟ يعني لماذا؟ عايز السبب. ليه موقع مصر مهم؟ قال لي دي بتقع في وسط قارات العالم القديم، تقع في وسط قارات العالم القديم، أو نكتبها بصيغة الكتاب تتوسط مصر قارات العالم القديم. حلو كده مصحصحين معايا؟ قال لي ده كمان يا مس مصر عندها حاجة أكيد عارفينها اسمها قناة السويس. إيه قناة السويس؟ تعالوا نشوف العالم الأول قبل قناة السويس كان عامل إزاي؟ يعني قبل ما يبقى عندي قناة السويس والكلام ده، أتمنى إن هي إيه يعني مش هتبقى ظاهرة، احتمال ما تبقاش ظاهرة، بس هعملها هنا. إيه الفكرة؟ هقفل كمان التاني عشان تبان لي كل خريطة أفريقيا عشان أعرف أحدد مصر. احنا قلنا مصر هنا، اي حد جايب بضاعه كان ايه اللي بيحصل؟ ده البحر المتوسط، بيضطروا ينزلها هنا ويحملها على جمال، وبعد كده يعدي بيها لحد ما يوصل للبحر، وبعدين يحطها على جمال تاني، اسف، وبعدين ينزلها بقى في البحر، وبعدين البحر يعني السفينه تمشي في البحر. طب مش ده بياخد وقت طويل؟ ده فرهاده، احنا لسه هننزل البضاعه من على السفينه، نحطها على الجمال، وبعدين يمشي، وبعدين نحطها تاني على السفينة. لا، وقت كتير ضايع، أنا بضيع وقتي، وفي فلوس كتير أنا بهدرها ومش هنخلص، يعني لو الرحلة تاخد 10 ساعات في الوضع ده تاخد ولا 20 ساعة. طب عملنا إيه؟ في فكرة جميلة قوي إن إحنا نربط، أهو تاني هعيد تاني فكرة قناة السويس هنا واضحة هنا أكتر. دي مصر الأول قبل ما يجي، قبل ما يبقى في قناة السويس، اللي بيحصل أنا جايبة البضاعة من البحر المتوسط، هتمشي في البحر المتوسط، عايزة أروح هنا مثلا. طب هنا مفيش حاجه، فيش في ارض، بعد المياه في ارض، فالسفن هتنزل هنا مثلا في ميناء اسكندريه، مين ده اللي هو جراج السفن يعني، وبعدين تتحمل على جمال وتمشي لحد البحر الاحمر، وتتحمل على سفن تاني لحد ما تمشي هنا. ده اسمه مضيعه للوقت. طب هنعمل ايه؟ قعدوا يفكروا. طب فيها ايه لو عملنا وصله ما بين هنا؟ هتبان اكتر في لو عملنا وصلة ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، هنسمي الوصلة دي قناة، هيقالوا عليها قناة السويس. يبقى موقع مصر، أسفة،
زاد أهمية بعد حفر قناة السويس. ليه؟ قال لي عشان قناة السويس دي يا ميس ربطت البحر الأحمر البحر الأحمر البحر المتوسط، فالسفن هتعدي على طول كده مرة واحدة، مش هنضطر نحمل على جمال، لا هي السفينة هتيجي هنا وتعدي هنا من عند بورسعيد تمشي في البحر الأحمر، خلاص موضوع وقت واحد، اختصرت المسافة اختصرت الوقت. حلو كده. يبقى تاني اول سؤال لو اللي بما تفسر اهميه موقع مصر اقول له تتوسط مصر قارات العالم القديم، تاني حاجه اقول له زادت اهميه موقع مصر بعد حفر، زادت اهميه موقع مصر بعد حفر قناه السويس، بعد حفر قناه السويس. يجي يقول لي سؤال اكمل، قناة السويس تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، مش مهم الترتيب، تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، المهم إنها بتربط البحرين دول ببعض، المتوسط بالأحمر. طب بقى هنا في مية، بيمشي إيه في المية؟ سفينة. السفينة دي هتبقى شايلة إيه؟ ثلاث حاجات، يا إما سلع يا إما بضائع يا إما بترول. إيه الفرق بين السلع والبضائع؟ عشان كتير بتتلخبطوا بيها. السلع دي زي اللي هي زي الزيت السكر الحاجات دي، البضائع اللي هي زي الملابس. أنا ببسط لكم الأمور شوية. فيسألني بقى السؤال التاني، أهمية قناة السويس. ليه قناة السويس مهمة؟ بتعمل إيه؟ طبعًا السفن دي أولاد معدية بتعدي على مصر، فبالتالي بتدفع فلوس فمهمة. قال إيه لما يجي يقول لي أهمية قناة السويس أقول له تمر بها السفن محملة بإيه؟ قال لي بالسلع والبضائع والبترول. يبقى تاني بما تفسر اهميه قناه السويس اقول له ايه؟ تمر بها السفن محمله بالسلع والبضائع والبترول. طب اكمل، تربط قناه السويس البحر نقط بالبحر نقط، اقول له البحر الاحمر بالبحر المتوسط، في مشكله في قناه السويس؟ اظن خلصنا. يعني قناه السويس برضو لما ظهرت وقت موجوده ظهرت لي ثلاث مدن اللي هم مدن القناه، لان طبيعي هنا في حركه سفن هتبقى في حياه، ففي مدن هتنشا وناس هتعيش. ايه هم الثلاثه دول؟ بورسعيد هنا، اسماعيليه، السويس، وبنسميهم مدن القناه لانهم على طول قناه السويس، بورسعيد واسماعيليه والسويس. خلي بالك في الخريطه ان شاء الله لما نخلص الدروس خالص هنعمل فيديو بس عن الخريطه، ازاي نحل خريطه مصر ونضمن الاربع درجات يعني بتوع الامتحان. خلصت كده قناه السويس وقفلت الكلام عنها، هتكلم على اهم سؤال تاني في الدرس، وهو وصيغه جديده اول مره نشوفها من بعد بما تفسر، اسمه مال نتائج المترتبة على الكلام ده. يعني ايه ما النتائج مترتبة على؟ سؤال ما النتائج عكس سؤال بما تفسر. بما تفسر بيسألني عن السبب، ما النتائج بيسألني عن النتيجة. يعني انا مثلا دلوقتي جعانة فقمت كلت، انا باكل ليه؟ ليه ده السبب ان انا جعانة؟ طب بعد ما كلت ايه اللي حصل؟ ايه النتيجة على ان انا شبعت، حاسة ان انا شبعان؟ هو ده. يبقى ما النتائج عايز النتيجة اللي حصلت في الاخر. انا عرفت ليه موقع مصر مهم، طب عايز اعرف ايه النتيجه بقى اللي حصلت عشان الموقع ده مهم. تخيل كده انت دخلت محل ولقيت لعبه شدك قوي وشكلها جميل جدا جدا جدا، ايه اللي هيحصل؟ مش هتسكت الا لما تجيبها، صح؟ مصر برضو كده، موقعها مهم جدا 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 جدا، ففي دول وحشه طماعه مش هيكفيها من الاخر اللي عندها، فعايزه تاخد الزياده، فشايفه مصر موقعها حلو، عندها قناه السويس، سفن بتجيب فلوس، حاجات حلوه. فايه اللي هيحصل؟ هيبقى في ناس هتطمع انها تسيطر على مصر. يبقى جه قال لي السؤال، ما النتائج المترتبه على اهميه موقع مصر؟ اقول له زياده الاطماع في السيطره عليها، زياده الاطماع في السيطره عليها، ان في ناس هتطمع انها تسيطر على مصر وتاخد الخير اللي في مصر وتستفاد من الموقع بتاع مصر. انا هقفل انا كده، الدرس خلص، بس انا حابه اني اكتب الثلاث اسئله دول لوحديهم مع بعض كده في على البورد، عشان دول من اهم ثلاث اسئله بيجوا في الامتحان، مفيش امتحان بيخلو منه السؤال ده. يعني انت لو حفظت الثلاث اسئله دول تاكد ان انت داخل بثلاث درجات في الامتحان وحياتك جميله وحلوه. يعني اول سؤال يقول لي بما تفسر أهمية موقع مصر، ليه موقع مصر مهم؟ هقول له لأنها إيه؟ أيوه لو أنتوا فاكرين معايا، تتوسط مصر قارات العالم
القديم. ايه هم قارات العالم القديم؟ اسيا، اوروبا، افريقيا. تاني حاجة زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس، يعني لو موقع مصر مهم بعد ما حفرنا قناة السويس، لا ده بقى مهم جدا 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 جدا. قلنا ده سبب ان الموقع مهم، عكس السبب هو خد هنا السبب عايز النتيجة، فيسألني السؤال التاني الصيغة الجديدة عليا، ما النتائج المترتبة على النتيجة اللي ترتبت على أهمية موقع مصر؟ النتيجة إن موقع مصر ده مهم، زيادة الأطماع في السيطرة عليها، زيادة الأطماع في السيطرة عليها. ده سؤال بما تفسر، اللي هو عايز يسألني عن السبب ليه، من الآخر ما النتائج اللي عايز النتيجة بتاع موقع مصر. النص التاني وأهم وسؤال مهم برضو، لما يقول لي بما تفسر أهمية قناة السويس، أقول له إيه أهميتها؟ تمر بها السفن. أقطع الإجابة عشان حتى أبقى سهل عليا إني أحفظها. تمر بها السفن، محملة بثلاث حاجات، يبقى تمر بها السفن محملة. محملة بإيه يا ميس؟ السلع، البضائع، البترول. البترول ده اللي هو زي البنزين اللي بابا اللي منه مشتقاته، البنزين اللي بابا بيفول بيه العربية. حلو كده؟ دي الأسئلة المهمة. يبقى أنا أخدت النهاردة في درس موقع مصر وأهميته، أخدت العالم بيتكون من إيه؟ من 7 قارات، وخدت القارات دي بتتقسم لإيه؟ قارات عالم جديد وقديم، وعرفت ليه دي اسمها القديم ودي ليه اسمها الجديد، عرفت مصر بتقع في أنهي قارة، وموقع مصر مهم ليه؟ شكرا يا سنة رابعة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.